في مؤتمر صحفي دوري يوم أمس الخميس، رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية على سلسلة من أسئلة الصحفيين بشأن دخول مدمرة أمريكية المياه الصينية دون الحصول على إذن للدخول إليها. قال يان يو جين المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في المؤتمر الصحفي إن الصين احترمت دوما حرية الملاحة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي، ولكننا اليوم نعارض أي تحركات قد تتسبب في تقويض مصالح سيادة وأمن الدول الساحلية تحت ستار حرية الملاحة. وقال يان يو جين أيضا إن القوات الصينية عازمة على حماية سيادة وأمن البلاد، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة ووفقا لما تقتضيه الحاجة. قامت مدمرة الصواريخ الموجهة لانجو والفرقاطة تايجو التابعة للبحرية الصينية بمطاردة ورصد المدمرة الأمريكية وفقا للقانون، وحذرتها عدة مرات، وقدمت القوات الصينية احتجاجها الشديد على تصرفات الجانب الأمريكي من خلال قنوات عدة. واجتمع مكتب الشؤون الخارجية التابع لوزارة الدفاع الصينية والملحق العسكري في السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة مع مسؤولين أمريكيين على التوالي، وطلبوا بوضوح من الولايات المتحدة منع وقوع هذا النوع من الحوادث مرة أخرى. هذا وتتحمل القوات الصينية مسؤولية حماية السيادة والأمن القومي. كما قال أيضا إن لقواتنا العزم الثابت والقوة الكافية والعديد من الخيارات أيضا للحفاظ على سيادة وطننا، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة وفقا للمطلوب. الجدير بالذكر أنه قد قام قائد القوات البحرية الصينية وشين لي بالاتصال مع ريتشاردسون رئيس غرفة العمليات البحرية بواسطة الفيديو مساء يوم أمس الخميس للتعبير عن موقف الصين الرسمي بشأن دخول المدمرة الأمريكية جزر نانشا والمياه المحيطة بها.